Paris Saint-Germain, بوروسيا دورتموند، باريس سان جيرمان الفرنسي، بوروسيا دورتموند الالماني، دور ابطال اوروبا. وشاهدنا كيفاش هدفين تاع نيمار دي سيلفا خون برنارد في الدقيقه، نقولوا باللي في الشوط الاول وشاهدنا هدفين يعني. كانت المباراه وين 28 نيمار دي سيلفا الذي سجل الهدف في الدقيقه 28، خون برنارد الذي سجل قبل نقولوا باللي بزوج دقائق قبل نهاية الشوط الأول وين سجل الهدف الثاني. يعني نقولوا الشوط الأول اللي انتهى بهدفين لصفر، شاهدنا كيفاش كانت المباراة في هذا الدور أبطال أوروبا، دور أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بروسيا دورتموند، دور أبطال أوروبا الجولة 16 الدور 16. شاهدنا كيفاش توماس المدرب تاع باريس سان جيرمان كيفاش دخل بخطه 4 4 2. يعني شنا لوسيان فافارو المدرب تاع بوروسيا دورتموند اللي دخل بخطه 3 4 3. يعني نقولوا باللي الخطه اللي نقولوا الخطه تاع بوروسيا دورتموند ساعدت اللاعبين تاع باريس سان جيرمان حسب كي كانوا يتكلموا اختصاصيين، قال لك ساعدت اللاعبين خطه 4 3. قال لك لو كان لعب له بربعة أربعة اثنين كان رايح يغلق منافذ، يغلق في وسط الميدان، يغلق في الدفاع. لكن قال لك الخطة اللي لعب بها الفافارا المدرب تاع أتليتيكو تاع بوروسيا دورتموند 3 4 3 يعني شويه سهلت من الماموريه، خدش اللاعبين وين شنا كيفاش اندينسون كافاني، شنا بابلو، شنا كيفاش نيمار، شنا غايا، شنا ليناردرو، شنا دي ماريا السرعه تاعو، شنا بينارت يعني خون بينارت للمدافع الذي سجل هدف، شنا ماركوس، شنا كيرار، شنا يعني كانت بينينسال. يعني كانت المباراه اللي كانت في القمه، مباراه شاهدنا هدفين في الشوط الاول. هدف يعني كانت نقولوا بلي شنا في احتياط لاعبين كبار في الاحتياط، شنا كوسي، شنا كيليني، عبدو ديالو، شنا سيرجيو صحاب الحارس احتياطي، جوليان، شنا ليفان في الدفاع. يعني احتياط حتى اللاعبين احتياطيين وين اقوياء بالنسبه لباريس سان جيرمان. وشنا كليني بامبي اللي راه في الاحتياط كذلك رغم ان السرعه تاعو تبان لي باللي المدرب تاع باريس سان جيرمان وين خلى مبابي من اجل السرعه تاعو، من اجل احداث تغيير في النتيجه او تغيير في خطه اللعب. يعني شنا كيفاش رومان بوكي الحارس تاع بوروسيا دورتموند، شنا لوكاش، شنا ماتي، شنا دان، شنا اشرف حكيمي، إيميري، شنا اكسيل، شنا رافائيل، شنا جوردان، شنا هالاند، يعني هولاند اللي دا بطاقه صفراء، شنا كيفاش شنا هازارد، يعني نقولوا هولندا اليوم اللي كانت عليه مراقبه لاصقه، نقولوا المراقبه لاصقه لان يعني كانت المباراه كانت مازال الشوط الثاني، احنا نهضروا الشوط الاول كيفاش تلعب الشوط الاول. شنا كيفاش نقولوا بروسيا دورتموند في اللاعبين تاعها في الاحتياط كذلك اقوياء، شنا مارسيل، شنا مورين، هينتيز الحارس تاعهم فنيك في الاحتياط، ماريو، شنا محمود داودو، شنا جوليان، شنا مانويل، شنا جوفيني. يعني نقولوا بلي كل لاعب عنده المكانه تاعو. شاهدنا كيفاش اللعب تاع باريس سان جيرمان وين نقولوا بلي 55% نسبه استحواذ، شنا 45% بالنسبه استحواذ البروسيا دورتموند، 199 تمريره بروسيا دورتموند، 312 تمريره البروسيا دورتموند. شاهدنا الخطه كل مدرب كيفاش 4 4 2، شنا كيفاش بروسيا دورتموند اللي دخل بخطه 4 3 3 4 3. يعني نقولوا بلي كانت المباراة متساوية لكن في الأهداف وعدم تضييع أهداف. نقولوا بلي باريس سان جيرمان عرف كيفاش يضغط، عرف كيفاش يستغل الفرص اللي جاو عند جات عند كيسمو سيلفا، شنا كيفاش سيلفا كيفاش سجل هدف في الخون بيرات الذي سجلت نقولوا سجل الهدف الثاني في الدقيقة 46. يعني سيلفا سجل في الدقيقة 28 في الشوط الأول، 46 جوليان الذي سجل هدف الثاني. يعني شفنا كيفاش المباراة كيفاش انتهت، المباراة اللي انتهت بهدفين لصفر لصالح نقولوا بلي لصالح باريس سان جيرمان. يعني نقولوا بلي شفنا كيفاش حتى الأخطاء ما كانوش أخطاء، كانت بالنسبة كثيرة بالنسبة البروسيا دورتموند، 7 البروسيا دورتموند،
باريس سان جيرمان 5 10 تمريرات عرضيه بالنسبه لباريس سان جيرمان، 7 بالنسبه لبوروسيا دورتموند. شاهدنا كيفاش صح كره ركله الجزاء ما كانش، شاهدنا كيفاش كانت نقولوا ركنيات وين كانوا شو هنا تعرف الضغط، تعرف الضغط. ربعه ركنيات لباريس سان جيرمان ولا ركنيه لبوروسيا دورتموند، يعني بطاقه صفراء واحده بالنسبه لبوروسيا دورتموند هولندا الذي اخذ لباريس سان جيرمان لا شيء، بطاقه حمراء لا شيء، قطع الكره قطع الكرات صد اللاعبين، ربعه لباريس بوروسيا دورتموند، باريس سان جيرمان ربعه، التقاط الكرات 5 بالنسبه لبوروسيا دورتموند، 1 بالنسبه لباريس سان جيرمان. يعني التحديات 8 احسن 8 لباريس سان جيرمان، 1 لبوروسيا دورتموند. يعني باريس سان جيرمان وين الحال المدرب توماس، وين نقولوا بلي كانت خاصة وين توماس اللي دخل بهذه الخطة 4-4-4-4-4-2، شنا كيفاش بوروسيا 4-3-3، شنا بوروسيا لوسيان فافاري اللي دخل بهذه الخطة 3-4-3 وين كان عنده انتقادات من عند اختصاصيين، حنا شناهم عند الاختصاصيين ما بين الميترو الميترو كيفاش انتقدوه في الخطة، قال لك نورمالمون هذا يدخل بخطة خدش عليه باريس سان جيرمان اللي دخل بربعة 3-3، نقولوا بلي هما كانوا يحوسوا على لوسيان فافاري المدرب تاع بوروسيا دورتموند يدخل بخطة 4-4-2 من اجل اللعب تعمر ميليو تيرا، تعمر لا ديفونس، يكون اللعب لاعبين، يكون الخط وسط الميدان والخط وسط الدفاع يكون متقارب متناسق. شو على حسب ما شفت انك محلل بي سبور من قاعد يهدر قال لهم فين كان قادر يلعب بخطه 4-1-4-1، خرج على راك جاي فايز بنتيجه لازم تلعب لي كونتر اتاك، تلعب تعمر تلعب 4-1-4-1 وين في بعض الاحيان وين هذه الخطه اللي تخليك تلعب لي كونتر اتاك تاعك. على هذيك نقولوا بلي المباراه هذه مباراه تكتيكيه، خاصه الشوط الاول تاع لاعبين، الشوط الثاني تاع مدربين، وين غادي تكون مباراه تكتيكيه، مباراه اللي تكون الشوط الثاني سوف يكون في القمه، غادي نشاهدوا خروج اللاعبين تاع بوروسيا دورتموند والضغط من اجل تسجيل هدف، خاطش على هذه النتيجه كيما هكا وين انتهت النتيجه المباراه مباراه الذهاب وانتهت بهدفين لهدف فوز بوروسيا دورتموند. وين شاهدنا اليوم وين باريس سان جيرمان رغم ان باريس سان جيرمان فايز بهدفين لصفر، لكن الشوط الثاني سوف يكون صعب، ما يكونش سهل، صعب خاطش عليه كي تشوف مباراه وتشوف تشاهد المباراه تاع بوروسيا دورتموند دير فيها ملخص تاعك وتشوف فيها تعرف بلي غادي الشوط الثاني ما غاديش يكون سهل على باريس سان جيرمان، يعني ما غاديش يكون سهل رغم ان باريس سان جيرمان عرف كيفاش يسجل في الشوط الاول هدفين يخرج فايز في الشوط الاول، لكن الشوط الثاني بوروسيا دورتموند اللي ما غاديش تقعد تلعب تنتظر في باريس سان جيرمان، خاطش كيما هكا بوروسيا دورتموند وين راه منهزم، هذه النتيجه كيما راه منهزم. على ذيك غادي نشوفوا بوروسيا دورتموند كيفاش يحاولوا باش يلعبوا الوسط تاعهم ويبنوا، خاطش على بوروسيا دورتموند وين نعرفوا بوروسيا دورتموند اللي يعرف مليح يشوف بوروسيا دورتموند كيفاش تصنع اللعب تاعها من وسط الميدان. غادي نشوف بالك نشوف تغيير في الاحتياطيين، لاعبين دخول لاعبين احتياطيين، ونشوف باللي المدرب لوسيان المدرب تاع بوروسيا دورتموند اللي غادي يدخل بخطه مغايره، غادي تبان لي باللي يدخل بخطه 4-4-1-4-1، يعني تكون خطه مغايره تكون من اجل مخادعه باريس سان جيرمان في الشوط الثاني، خاطش عليه باقي 45 دقيقة ما غاديش تكون سهلة، ما تكون سهلة لباريس سان جيرمان، ما غادي تكون سهلة لبوروسيا دورتموند، غادي تكون في زوج كل مدرب يأخذ الحيطة والحذر تاعو وبكل يحوس باريس سان جيرمان غادي يدخل يحوس باش يقضي على أحلام بوروسيا دورتموند بهدف أو هدفين. بوروسيا دورتموند تريد مخادعة باريس سان جيرمان بهدف او هدفين، يعني غادي تشوف ضغط عالي في الشوط الثاني، غادي كل شيء يتغير في الشوط الثاني. عليك غادي نقولوا بلي غادي نشاهدوا مباراه في الشوط الثاني، مباراه كبيره، على ذلك نتمنى ان شاء الله بربي نشاهدوا اهداف،
نتمنوا نشاهدوا اهداف، خاطر على متعه في كره القدم وهي اهداف. كل مدرب عنده خطه تاعو في الشوط الثاني، كل مدرب كيفاش يقرا المباراه تاعه. هذه هي، وبعد الشوط الثاني سعيد.